الثقافي في محاربة التطرف وتعزيز السلم. هذه الندوة الدولية التي تدخل في إطار فعاليات وجدة عاصمة الثقافة العربية، لن نفتتح هذه الندوة بكلمة وزارة الثقافة يلقيها السيد كاتب العام لوزارة الثقافة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوالي، السيد ممثل إيسيسكو، السيد نائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث العلوم الاجتماعي والإنساني بوجدة، السادة العلماء والمفكرون والباحثون الأجلاء، السادة ممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات، الحضور الكريم، يطيب لي حضور هذه الندوة العلمية المهمة التي خصص موضوعها لدور التأطير الثقافي في محاربة التطرف وتعزيز السلم، والتي تختتم سلسلة الندوات الفكرية المنظمة على امتداد سنة كاملة حول مواضيع ذات راهنية وأهمية في إطار فعاليات تظاهرة وجدة عاصمة الثقافة العربية، والتي حظيت بالرعاية الملكة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإذ أشكر المنظمين وكل المشاركين في هذه الندوة الهامة، فإني أود التأكيد على صواب الطرح الذي يجعل الثقافة جواباً لأسئلة الراهن المطبوعة بقلق الصدام بين أفكار الشاذة والاعتقادات المتقاربة. إن الثقافة بمختلف معانيها تحيل إلى البناء المشترك ودمج الاختلاف والتنوع في ظل احترام الحرية والعقل والإبداع. وبهذا المفهوم تكون كل أسباب التطرف والصدام بين الأفراد والجماعات صادرة عن نزوعات بعيدة عن الثقافة والحضارة والخير. لذلك يعد التأطير الثقافي ليس فقط مطلبا معرفيا وتنمويا، بل سببا من أسباب ضمان استمرار الوجود والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. إن الظرفية العالمية الحالية تشهد تصاعدا مظاهر التطرف وإقصاء الآخر، والتي من بين نتائجها ومسبباتها الانغلاقات الهوياتية وتفاقم تجليات العنف والغلو في جميع مفاصل حياة العامة للمجتمعات. ولعل ظهور العوامل الفكرية والاجتماعية والسياسية المشجعة على غلو بعض الجماعات والأفراد في الدين والعقيدة والسلوك لا يشكل بحق أكبر تحدي يواجه بناء بيئة ثقافية سليمة لا تقيم مكانا للتعصب والتطرف، وتحترم التعددية الثقافية والدينية والحضارية، وتدعم جميع أشكال العنصرية، وتشرع أبواب الحوار التي هي أحسن، وترسخ الوسطية منهاجا للحياة. إن هذا البناء الثقافي السليم يستدعي العديد من المقومات الفكرية والتدبيرية والتخطيطية التي تشكل نسقا متكاملا. إذا اختلت حلقة واحدة منه تداعت باقي الأجزاء ولم تؤدي وظيفتها الإصلاحية. الثقافة اليوم أضحت ذلك الخزان القيمي الهائل الذي يعطي المعنى للسلوكات والتصرفات ويعزز فعاليتها في مد جسور التعارف والحوار وتدبير الاختلافات. ولبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا المعين الثقافي،
فإن السياسة الثقافية الرشيدة هي تلك التي تجعل من التأطير الثقافي الأداة العملية التي تمكن من ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو وبناء الائتلاف وتدبير الاختلاف. وليس خافي عنكم كمتخصصين أن هذا التأطير الثقافي يجب أن يركز على المؤسسات التداولية للقيم الإنسانية النبيلة كالمدرسة والمركز الثقافي والمسجد والنوادي والمخيمات بهدف تثبيت إشاعة الثقافة الوسطية الداعية إلى التسامح والاعتدال مع ما يتطلب ذلك من تنسيق للبرامج بين وزارات الثقافة والشباب والشؤون الإسلامية والتعليم والداخلية وكذا تكوين الموارد البشرية وتعزيز قدراتها بما يجعلها قادرة على ترقيم سبل تعزيز هذه الثقافة. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الثقافة والاتصال من خلال برامج دعمها العمومي للحركية الثقافية على جعل المجتمع المدني شريكاً أساسياً في تنشيط الحياة العامة من خلال الإنتاج الثقافي الهادف الذي ينسجم مع روح الثوابت الوطنية كما يحددها دستور المملكة المغربية. إذ نعتبر مكونات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في العمل على إشاعة قيم احترام التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وفتح جسور التواصل والتعاون بين مختلف التعابير الثقافية التي تحترم القيم الإنسانية النبيلة ومكونات تأسيس مواطنة عالمية. إن المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تلعب أدوارا طلائعية في معالجة إشكالات الظرفية العالمية الحالية من تطرف وإرهاب وهجرة، وهي الأدوار التي جعلت من بلادنا قبلة لاحتضان كل المبادرات الإيجابية الفكرية والعلمية والمدنية التي تعزز السلم العالمي وترسخ قيم التعايش والحوار، وهي الأرض التي عرفت على مر التاريخ بعيشها المشترك الآمن بما جعلها تستقبل كل الديانات والثقافات في جو من التساكن والطمأنينة. ولعل زيارة قداسة البابا إلى المملكة المغربية واستقباله من طرف أمير المؤمنين عزه الله لتعبير ساطع على هذه المكانة المتميزة. أجدد الترحيب بكل الضيوف وبكل المشاركين راجيا لهذه الندوة الدولية المتميزة. كامل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السيد المحترم عبد الإله عفيفي الكاتب العام لوزارة الثقافة، وأغتنم الفرصة أن أشكر وزارة الثقافة على برمجة هذه الندوة الدولية في مدينة وجدة، وأشكر اليونسكو على برمجة هذه الندوة الدولية في مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية. الكلمة الآن للسيد مدير ثقافة بالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور نجيب الغياثي فليتفضل مشكور. أصحاب السعادة العلماء والأساتذة الأجلاء، إخواني الطلبة، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بداية أن أنقل إليكم تحيات
معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان تويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، ومتمنياتي للتوفيق لأعمال هذه الندوة المهمة حول دور التأطير الثقافي في محاربة التطرف وتعزيز السلم التي تندرج ضمن أنشطة مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية لعام 2018. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم باسم معالي بأحر التهاني إلى معالي الأستاذ محمد العرج وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية، وإلى مساعديه على جهودهم المتميزة في الإعداد المحكم لبرامج هذه الاحتفالية. لقد كانت بحق سنة حافلة بالأنشطة الهادفة التي ساهمت بقدر كبير في إبراز تنوع ثقافة هذه المدينة الضاربة في جذور الحضارة والتاريخ. تشهد على ذلك آثارها المعمارية الفريدة ومدارسها العتيقة وأعلامها من العلماء والفقهاء ورجالات العلم والفكر والأدب وإنتاجاتهم العلمية الغزيرة وإبداعات فنانيها وصناعها التقليديين وفنونها الشعبية وجملة موروثها الثقافي الغني والمتنوع. وإن تقديرنا لهذه الجهود يتقاطع مع ما تقوم به في إطار برنامج إيسيسكو للاحتفاء بعواصم الثقافة الإسلامية ويعزز أهدافه، حيث تم في إطار هذا البرنامج الاحتفاء ب45 عاصمة للثقافة الإسلامية منذ انطلاق البرنامج سنة 2005 بدءاً بمكة المكرمة، إلى الاحتفال هذه السنة بأربع عواصم إسلامية هي القدس الشريف وتونس وبندر سري بقوان وبيسار. ولا شك أنكم تشاطرون للرأي في الحاجة الملحة إلى هذه الأنشطة الثقافية وإلى مثيلاتها لإبراز إيجابيات التنوع الثقافي الذي تزخر به هذه العواصم ودوره في تعزيز التعارف وتعميق قيم العيش المشترك. أصحاب السعادة، حضرة السادة والسيدات، منذ بداية الألفية الثالثة أصبحت جل المجتمعات تشهد تنامياً مقلقاً لظاهرتي الغلو والتطرف الفكري واستفحال خطرهما المدمر الذي يدعو إلى الكراهية وإلى استخدام العنف ضد الآخر المختلف إما فكراً أو ثقافة أو دينا أو مذهبا، مؤججا بذلك الفتن والنزاعات وحاصدا أرواح الأبرياء ومقوضا الاستقرار والأمن ومعيقا لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية وغيرها. وأمام هذه المخاطر صارعت الدول منفردة ومجتمعة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات والمقاربات الكفيلة للتصدي لها، وفي مقدمتها المقاربة الأمنية التي وإن كانت ضرورية ومشروعة إلا أنها تظل غير كافية بالنظر إلى تعدد الأسباب المؤدية إلى التطرف بجميع أشكاله. وانطلاقاً من مسؤولياتها لتعزيز السلم والتماسك المجتمعي في الدول الأعضاء وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجالات اختصاصها، لم تكتفي المنظمة الإسلامية إيسيسكو بالانخراط في الجهود الدولية ذات الصلة، بل بادرت بصفتها بيت خبرة للعالم الإسلامي إلى بلورة تصورها ورؤيتها للموضوع من خلال إعداد مجموعة من الوثائق المرجعية الهادفة إلى تفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة موجات الكراهية ومن أجل تفكيك الفكر المتطرف واقتراح الحلول العملية الاستباقية والوقائية في إطار المفهوم الشامل للعمل الثقافي الذي يتقاطع بالضرورة مع مجالات معرفية أخرى ويتفاعل ويتكامل معها.
ويأتي في طليعة هذه الوثائق المرجعية المهمة المعتمدة من المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة خلال دوراته المتعاقبة وذات الصلة الوثيقة لموضوع ندوتنا وثيقة الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم، وخطة عمل حول تجديد السياسات الثقافية في الدول الأعضاء وموائمتها مع المتغيرات الدولية، وخطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم الإسلامي، ودليل تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين خارج العالم الإسلامي على قيم الحوار والوساطية والاعتدال، ومسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب، وهي الوثائق التي سيتم التفصيل في مضامينها خلال إحدى جلسات هذه الندوة الحويلة. أصحاب السعادة، حضرات السادة والسيدات، أود في ختام كلمتي أن أجدد الترحيب بعقد هذه الندوة المهمة حول هذا الموضوع الأهم، وأن أؤكد استعدادنا في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى وضع تجربتنا رهن إشارة المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة التطرف من خلال إعادة توجيه العمل الثقافي منهجياً ومضامين وأدواراً وشراكات جديدة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعني الشكر الجزيل للدكتور ماجد الرياضي، مدير ثقافة بالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، والشكر للمنظمة على دعمها لتظاهرات فعالية وجدة عاصمة الثقافة العربية. وهذه السنة كانت وجدة عاصمة للثقافة العربية وكانت عاصمة للمجتمع المدني، بقيت عاصمة للثقافة الإسلامية إن شاء الله على أساس أن يتم الإعداد لها بشكل ممكن، لأن هذا كطموح لمدينة وجدة ومن حقها أن تطمح للمزيد. إذن الشكر لكم، والآن أنادي على السيد الوالي والسيد الكاتب العام للوزارة، تفضلوا، وأنادي في نفس الوقت على الدكتور العبادي الأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، والسيد نجيب الغياثي بالنيابة عن المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. للسيد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم يتسلمه بالنيابة عن الدكتور توجري المساند الرياضي، نسلمه السيد الوالي جارشا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الكاتب العام لوزارة الثقافة السيد والي جهاد الشرق، سادة علماء الأطباء والأساتذة الفضلاء، ضيوف مدينة وجدة ضيوف هذه الندوة الدولية، أيها السيدات والسادة، أولا من المهم التنويه بأهمية انعقاد هذه الندوة في هذا الموضوع الذي لا تخفى أهميته، الذي لا تخفى راهيته كذلك باعتبار معالجته حاجة ملحة تلامس مستقبل الإنسانية ككل، وتلامس مستقبلنا كذلك بوصفنا مجتمعات وباعتبارنا جزءا من هذه الإنسانية، معنيون تماما بمستقبلنا. وتعلمون جميعا أن ظاهرة التطرف وما تمثله من تهديد لمستقبل الإنسانية واستقرارها وحالة السلم الدولي فيها هي ظاهرة مركبة شديدة التركيب، لا يصح في تفسيرها الاعتماد على العامل الواحد كما يقال في الظاهرة الاجتماعية. ومن هنا أهمية هذه المعالجة المركبة لظاهرة مركبة،
تقاربا الحلول متعددة المداخل والأبعاد لهذه الظاهرة الخطيرة وللتعامل معها. وقد أحسنت الجهات المقيمة بهذه الندوة أن اختارت التركيز على هذا البعد المؤسسي إلى جانب البعد المعرفي والأكاديمي للتعامل مع ظاهرة في مواجهة التطرف وتعزيز قيم السلم. والجلسة التي تفتتح بها الأشغال والعلمية لهذه الندوة هي سير في هذا المسار وترسيخ لهذا المعنى، أي معنى أن مواجهة التطرف وتعزيز قيم السلم هي مهمة تتضافر فيها الأبعاد الفكرية والإمكانات المعرفية للسادة والعلماء والمفكرين والباحثين المعنيين بمواجهة هذه الظاهرة وللنشطاء المدنيين والمعنيين والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب كونها مهمة مؤسسية ينبغي ويجب، بل هذا ما هو واقع في كثير من الأحيان، تطلع بها مؤسسات معنية بالشأن الديني والثقافي. يسرني أن أرحب بالسادة العلماء والأساتذة الأجلاء المشاركين في إشغال هذه الجلسة الأولى المعنية بتعزيز ثقافة السلم والوسطية والاعتدال من خلال التأطير الديني والثقافي. ويحضر فيها كما أشرت علماء أجلاء وأساتذة فضلاء يجمعون بين الشرعية العلمية والمعرفية والحضور في المجال الفكري، إلى جانب الخبرة المؤسسية من خلال مواقعهم في إدارة مؤسسات وهيئات تشتغل على هذا المجال وتطلع بأدوار نعرفها جميعا في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة السلم في الوسطية. في البداية أحيل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء لاستمع إليه مفكرا ومسؤولا كذلك عن هذه التجربة المؤسسية. وأستمع في المحاضرة لأن الوقت المخصص لهذه الجلسة هو ساعة ونيف، أن نبدأ بمداخلات مختصرة بين 10 دقائق وربع ساعة لكل متدخل، ثم تليها بعد ذلك في نوع من التفاعل الفكري مداخلة لاحقة. فإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبادي الكلمة مع جزيل الشكر. الثقافة، السيد الممثل منظمة الإسيسكو، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالوجود بين ظهرانيكم في هذه المدينة المباركة للتطارح حول هذا الموضوع الذي يعتبر في مصفوفتنا الراهنة من القضايا الحائقة. فتعزيز السلم والتأطير من أجل بلوغ هذا المقصد ليس أمراً استيطيقياً تكميلياً، وإنما هو أمر وظيفي. وآية ذلك وبرهانه أن عالمنا ينفق كل سنة 17 تريليون دولار على التسلح، وما ذلك إلا بسبب سريان سم الخوف الزعاف من بعض البعض في أوصال البشرية. هذا المبلغ الأحبة 17 تريليون دولار تذهب منه 3 تريليون دولار في النفقات على التسلح بطريقة مباشرة، و14 تريليون دولار الأعراض والأضرار الجانبية من دمار وتفويت للفرص مما له دلائل خاصة لكي يحتسب. هذا يعطينا 2,200 دولار للنزم فوق الكوكب، مما يكفي للتعليم وللتقليم وحتى للتغذية. فهذه التفويتات على استثمار لا يستغنى منه ولو في زمن الحروب، والحمد لله على ذلك، أزيد من 13% و 87% تقارير التخزين لكي تصبح عديمة الجدوى بعد 6-7 سنوات
في المعدل، وما ذلك إلا بسبب هذا السم الزعاف الذي هو الخوف من بعضنا البعض، بمعنى أن الاستثمار في السلم سوف يؤدي إلى اقتصاد هذه المبالغ وتوجيهها لكي تستثمر في أمور أخرى. فنحن لسنا نتحدث عن أمور تكميلية من سقط المتاع استيطاقي، وإنما هي أمور وظيفية. الضرورة الثانية وهي أن هذا النوع البشري كما خلق الله عز وجل لا يمكن أن يكون عطاؤه كاملا وتاما إلا إذا شبك نتورك، إلا إذا وظف ذكاءه الجماعي وحاول أن ينظر إلى القضايا من 360 درجة لإشراك هذه الذكاءات. المجتمعات المتقدمة ليست متقدمة اليوم، أي ليس لها هذا الحضور من حيث القدرة على التأثير، وليس السقوط في الوزائية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه: يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة على أقصاتها، قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي عدم القدرة على التأثير، في حين أن الماء الذي يجري هو الذي يشق سريره ويوجه ما بداخله وما فوقه، يعني هذه القدرة على التأثير. أقول هذا النوع لا يمكن أن يؤثر إلا إذا أعمل ذكاءه الجماعي، وهذا الذكاء الجماعي لا يمكن أن يعمل إلا في حالة السلم. حين ننصف بعض المجتمعات نجد أن معدل الذكاء في غاية الارتفاع. المجتمع النيجيري مثلا من المجتمعات التي فيها هذا الاي كيو الانتلكتوال كوشن في غاية الارتفاع، لكن لأن المجتمع ليس منظما منسقا لا تحصل الاستفادة بالشكل الأمثل من هذا الذكاء الجماعي. وكلما استطاع مجتمع أن يشفت ثم التشكك والخوف ويبني الثقة، فإن هذه الإفادة من الذكاء الجماعي تصبح أقل. وهذه حالة المجتمع الفنلندي، الآي كيو في المجتمع الفنلندي لا بأس به، ليس ضعيفا وليس من أعلى المستويات في العالم، ولكن لوجود الثقة وهذا جوهر قوة المجتمع الفنلندي، فإن اقتصاده وتعليمه وحتى سعادته بالدلائل الآن المختصة لذلك يعتبر في المقدمة، بمعنى أن السلم وتعزيز السلم أمر وظيفي، لأنه يمكن من هذا التواجد ومن هذا الأداء العضوي للمجتمعات لكي تصبح قادرة على التأثير وتخرج من مرحلة الغثائية. حين نتكلم عن التأطير في مجتمع كمجتمعين، 35 مليون نسمة و 512 ألف، ومعدل العمر وسط العمر عند الناس 120.2%، معنى أن أمتهم شاب، و يعني أزيد من 60% من أهل مجتمعنا يسكنون في العالم الافتراضي أكثر من سكنهم في العالم الواقع، وحتى هؤلاء 60% منهم أجيال، منهم الزي جينيريشن والذين يسكنون في النت بامتياز. هؤلاء حين نتحدث عن التأطير فلا يمكن أن يكون هذا التأطير خارج هذا البعد من أبعاد الوجود، أي البعد الافتراضي. وهذا التأطير داخل هذا البعد الافتراضي يعني الدخول إلى حلبة في غاية التنافسية، تنافسية شرسة جدا. فإذا لم تكن عندك المضامين ذات الوقع المطلوب والتي يمكن أن تأخذ بتلابيب انتهاء هؤلاء الناشئة، أنت لن تؤطر شيئا، سوف تتوهم أنك تؤطر مع ناشئة حتى الإحسان عندها أصبح إحسانا يمارس على النت، بحيث لا يشترون البضاعة إلا من المعامل التي تعطي 2% للأمور الإحسانية، لا يريد هو أن يشغل باله
ولا وقفوا بالإحسان. وإذا كانت هناك شركة لا تعطي هذا الإحسان فإنهم يدمرون الزي جنريشن، أي الذين ولدوا بعد سنة 2000. الذي يؤطر هؤلاء أو الذين يؤطرون هؤلاء هم الانفلونشلز، سوشيال انفلونشلز، أي المؤثرون الاجتماعيون على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا لم تكن موجودا بالمضامين المطلوبة، وهذه المضامين المطلوبة ينبغي أن تكون قوية ومختصرة، تجاوز الدقيقة 20 ثانية انسى أنك سوف يعني تأخذ هذه التلاميذ تلاميذ الانتباه من لدن هؤلاء الناشئين. فإذا التقطيع لا يمكن أن يتم إلا في هذه العوالم وبهذه الكيفيات. إذا لابد من الأطر ومن موارد بشرية تبنى قدرات ولكن تصبح قادرة على هذا التقطيع. هذا البناء للقدرات يحتاج إلى أن تتواصل مع هؤلاء الشباب، والتواصل مع هؤلاء اليافعين، والتواصل مع هؤلاء الأطفال بالمضامين التي لا تسب ذكاءاتهم، لأنك إذا زعمت أنك سوف تعلمهم فالمعلومة موجودة على بعد كبسة زر، لأنه كما يقولون it's not anymore the matter of information، يعني المعلومة موجودة على بعد كبسة زر، click away. فالقضية قضية كيف أجترف وأفترع هذه اللحمة وهذا السد الذي أبني به ليبو المعلومات لكي تعطيني معنى وتمكنني من التأثير وتمكنني من أن أخذ مستقبلي بيدي وأبنيه بالشكل الذي يحقق مطالبي. فإذا هذا التكوين لا يمكن أن يكون إلا بشرط أساسي وهو عدم سب ذكاء هؤلاء الناشئ في احترام وتعاون معهم بالمضامين المطلوبة. وهذه المضامين تحتاج إلى إبداع، لأن هذه المضامين لابد أن تسكب في لعب فيديو، لابد أن تسكب في وصول متحركة، لابد أن تسكب في كبسولات دقيقة 20 ثانية ويكون فيها البعد الجمالي ولكن البعد المضموني التأثير بالمفاهيم المؤطرة الواضحة. وهذه المفاهيم المؤطرة الواضحة إن لم يكن هناك اجتهاد والحفر بسد الركب وتقويس الظهور انسى، لا بد من شعار فزاح بالذكاء لتصدر. طيب ما هو الحفر الذي قمنا به في هذا البلد المبارك لكي نؤطر؟ أول مسألة كان لا بد من استنطاق هذه النصوص التي سوف نؤطرها، لأنه من السهل أن نقول الوسطية والاعتدال، وكل يدعي وسطا بليلة ويوم ذلك. حين تقرأ التعاريف التي تعرف الوسطية والاعتدال تكاد تسمع نفس أو شمشمة قول من يقول وإذ نحن جلوس حولنا ماء كأننا قوم جلوس من حولهم ماء. الوسطية والاعتدال تعرف بالوسطية والاعتدال. الاعتدال ماذا يعني الاعتدال؟ ما هي حالة السواء؟ هل عندك بحث كالبحث الذي في الجوانب الطبية، لأن الاعتدال في مجال الطب وحالة السواء، أنت تعرف أن اعتدال الجليسرين هو أن تكون أقل من 1.0، وإذا وصلت 1 أو 1.0 شوية لا بأس. تعرف أن القلب لا بد أن تكون عنده 82 ضربة في الدقيقة، حالة اعتدال، هذه الوسطية والاعتدال. إذا تجاوز إذا قل فإذا لا وسطية ولا اعتدال. ما هي الوسطية والاعتدال في المجال الديني؟ وما هي الوسطية والاعتدال في الجانب البشري؟ إذا لم تكن عندك وحدة قياسية تقيس إليها. هذا الأمر بالنسبة لأهل الإسلام قد حل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عندك حالة سواء تقيس عليها. يعني حالة السواء على المستوى البشري معروفة، هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولا فهم منكرون. وحالة السواء على المستوى العمراني هي المدينة المنورة، كان اسمها طيبة يثرب، أصبحت المدينة أي الوحدة القياسية التي تستنطق لكي توصي هذه المؤشرات وهذه المقاييس التي تعرفها الوسطية والاعتدال. طيب هذا النص الذي بين أيدينا ما هي غاياته؟
ما هي غايات كل نص ديني أيا كان هذا النص الديني؟ والإسلام ليس استثناء عن ذلك. أي نص ديني يفرض أن يعطينا خمسة أمور، أي ممارسة دينية ينبغي أن تعطينا خمسة أمور، وهذه الخمسة أمور هي التي تقاس بهذه الأمور وتحدد بالوسطية والاعتدال. إن لم تكن عندك هذه المؤشرات وهذه المقاييس انسى، سوف تقول إننا جلوس حولنا ماء قوم جلوسا حولهم أو من حولهم ماء. هذه الأمور كما يمكن استنباطها من خلال الحفر المعرفي والمنهاجي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نتكلم عن التطرف بالنسبة للدين، هي الأمور الآتية. أولا الإبصار. الله عز وجل يقول النبي في أول أمر يطالبنا واضح وأبصر فسوف يبصرون، أن تبصر، أن تكون قادرا على الإبصار، والآيات والبصائر والهدى والضلال والظلمة والنور. الله ولي وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل هذا يتعلق بقضية الإبصار والآيات والبصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فالإبصار. وهذا الإبصار ينبغي أن يكون حسب الآيات التي في الكتاب المسطور، هذه اسمها آيات، والآيات التي في كتاب الله المنضود أيضا آيات. وسائل استنطاق الكتاب المسطور معلومة محددة قابلة للتدقيق، ودون كوائي كتاب الإمام الشافعي الرسالة لكي تعرف ما معنى الحفر للقدرة على الاستنطاق والتدقيق لهذا الاستنطاق الذي يدخل في إطار علوم التيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أما بالنسبة للكتاب المنظور فهذا الاستنطاق يكون في إطار علوم تسخير، سخرت ما في السماوات وما في الأرض جميعا من آيات، محونا آيات الليل وجعلنا آيات أيضا اسمها آيات. هذه تكون بالتفكر، هذه الآيات التي في كتاب الله المنظور يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذه تكون بالتدبر يتدبرون القرآن. الجميل وأن هناك توازي حتى في الجرس، جرس الكلمات، فكر دبر سخر يسر. وهذا الاستنطاق وهذا العمل الحواري لا يكون إلا ببناء المرء المتسائل عما يتساءلون عن النبي العظيم، الإبصار، ثم وأبصرهم فسوف يبصرون. بمعنى أنك إذا أردت أن تشرح للناشئة الذين هم 60% قل لهم هذا الدين يروم أن يبني عندك جي بي إس، تقدر معه على التوجه وعلى أن تعرف موقعك ثم تهتدي بعد ذلك. البعد الثاني والفرقان، التمييز بين الخير والشر والحسن والقبح والصواب والخطأ، وهذا أيضا ناسب في كتاب الله وواضح. لكن إذ نتحدث عن الفرقان، إذا لم تكن عندك القدرة على قول لا للأمور الخبيثة ونعم للأمور الطيبة، وهي ليست سهلة، فقول لا للمخدرات بالنسبة للمدمنين يشترى في مراكز تأهيل لكي يصبح المدمن والمدمنة قادرا على قول لا. هذا مدرب عليه سنويا شهرا كاملا مجانا في رمضان، مدرب على قول. فالفرقان له هذا المكمل، أي الإقناع وبناء الإرادات من خلال التزكيات ومن خلال تأطير الناس بالتوحيد لكي يصبحوا قادرين على قول نعم للأمور الطيبة ولا للأمور غير الطيبة الخبيثة. يميز الله الخبيث من الطيب. ثالثا الميزان، وهو الذي يمكنك من الترجيح، ويعني في كتاب الله تعالى آيات كثيرة تدل على ذلك. السماء رفعها ووضع الميزان، أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآيات كثيرة التي تحدث عن هذا الميزان الذي هو في مقابل المكيال، المكيال للأمور المادية والميزان للأمور المعنوية في كتاب الله تعالى. ثم بعد ذلك الغمران، استعمركم فيها لينظر كيف تعملون. ثم العمل، العمل هو القطب الخامس، يعني الذي نجده في أزيد من 370 موضعا في كتاب الله. طيب بعد أن قلنا كل هذه الأمور لا بد من أن نختم بخاتم، وفيها ركنان. الركن الأول أن هذا الخطاب الموجود الذي يسمى خطاب التطرف له أقرب من الجاذبيات، ما ينتيزي إذا لم تحفر لكي تعرف ما هي الجاذبية التي فيه لكي تستطيع أن تجتاز
من مرحلة التحصين إلى مرحلة التمريع. وبمناسبة التحصين، هل يمكن للمرأة أن يحلم بتحصين جسدي إذا لم يكن عنده الميتابوليزم الأيض الذي يفرز المضادات ويفرز طرائق المنازلة لهذه الفيروس وهذه البكتيريات وهذه الميكروبات؟ لا بد أن تكون مناعة. إذا فقدت المناعة المصيبة لا يمكن أن تحصن ولا يمكن أن تقوم بالوقاية. لا بد أن يكون دفاع داخلي. كذلك الكيان الإنساني لا بد له من بناء المناعة. هذه المناعة تكون للنظر إلى هذه الخمسة أمور واكتساب المهارات لإعمالها بعد القدرة على الإبصار. ثم بعد ذلك هذه الفيروس وهذه الجاذبيات لن تستطيع التأثير. وهذه الجاذبيات هي خمس جاذبيات كبرى في خطاب التطرف. الأول هو حلم الوحدة، وأننا يعني قد تؤمر علينا وفرقنا. والخطير في هذا أن هذه الأمور لها دراسات واقعية على أرض الواقع. الوحدة الثاني الكرامة. بالمناسبة الحلم الأول كان يعني معنا كأنه بقي قرونا بمحاولات متكررة، كل يحاول من جانبه أن يبني هذه الوحدة. فحين جاءت التشكيلات التطرفية وأشهرت هذا الحلم المشترك، فإنها استطاعت أن تجذب لأنه مبني على أوامر شرعية، أن هذه أمتكم أمة واحدة وما ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك من أضرب التوق الموجودة والتي قادت مفكرين خلال قرون. البعد الثالث هو الكرامة. والكرامة يعني خطابات كثيرة تدغدغ هذه المسألة. إذا لم تكن عندك الحلم الخاص نهاية الزمان وأن الفرقة الناجية وحدها سوف تنجو والطائفة المنصورة وحدها سوف تنجو، إذا لم تحجز مقعدك في سفينتهم كأنها سفينة نوح فإن الهلاك سوف يكون والدمار، فإذا لابد أن تسرع وتبايع الطائفة المنصورة إلى غير ذلك. خامسا السيطرة والقدرة على النظر بشكل واضح، فيعني يأتيك بنسق ثنائي، خير شر آخرة دنيا رباني شيطاني، وهذه كلها أمور حقيقية. لكن إذا لم تجتهد وتزاحم بالذكاء الاتجاهي كي تواجه هذه الجاذبيات في حلبتها، بحيث لا تترك لأهل إشاعة الخطاب المتطرف هذا السطوة وهذا التقدم بأن يكونه في مقاله مريح وينتج الخطاب وأنت فقط تنتج الخطاب البديل، فإنه سوف يبقى متقدما دائما بخطوتين أو بثلاث خطوات. تبدأ من قمع مسار البخار، وأن ينتج أهل التشدد وأهل الوراثة هم الخطاب، ويضطر هؤلاء الذين يريدون اجتياز ناشئة الأمة أن ينشئوا وينتجوا الخطاب الجديد. آخرا وليس آخرا، هناك جراحات كذلك، لكن أريد أن أختم بمقتضى عملي. المقتضى العملي هو أن هؤلاء اليافعين وهؤلاء الشباب كيف نصل إليهم وكيف نحاول أن نتعاون معهم وأن نعطيهم هذا الذي نستطيع لكي يأخذوا مصائرهم، لأن الأرض هي أرضه أكثر مما هي أرضه. نحن الشمس على أطراف النخيل أعمار أمتي بين 60 و70 وقريب من أمتي من يتجاوز ذلك، فالكوكب كوكب. وهذا هو الصوت الذي لعلعت به الشابة السويدية غريتا تونبرغ مؤخرا حين تقول الأرض أرضنا وليست أرضكم، أنتم لا تقومون بما ينبغي في الجوانب البيئية، فالأرض أرضهم أكثر مما هي أرضنا، كيف نواكب؟ الأطفال المغاربة الشباب يفعلون الشباب المغاربة الموجودون فقط في المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية 7,600,000. 7,600,000 كيف نخاطبهم؟ هل سوف نخاطبهم بمحاضرات مثل هذه المحاضرة؟ لابد أن نشتبك معهم حيث من خلال العمل معهم بالوسائل التي يحبون أن يعملوا بها. فعوض أن نمنع الهواتف المحمولة نطلب منهم أن يأتوا بالهواتف المحمولة. الذي سوف يتغير هو كيف التوظيف الهاتف المحمول، كيف يمكن أن تبدع تطبيقات جديدة يكافحونهم فيها بينهم وبين بعضهم البعض السلوكيات الخطرة،
كيف نواكب كي نوظف هذه الهواتف المحمولة لبناء تلفازاتهم وإذاعاتهم ومواقعهم ورسومهم المتحركة. إذا لم تستطع أن تقنع الوزارات الوسيطة وزارة التربية الوطنية من خلال إنشاء تجربة والبرهنة على أنها تعمل فإنهم لن يلتفتوا، لأنهم عندهم على الأقل 36 نوع من الإدوكاسيون، التربية على الاستهلاك اليوم، التربية على السلامة الطرقية، التربية على البيئة، التربية على حقوق الإنسان، زيدوا 37 لا يمكن. معنى أنه لابد أن تجتهد وأن تهضم الأمور وتقدم تجربة فضلة قابلة للحرارة. ها هو دور المؤسسات، وهذا الذي وفق إليه بلد الأمم المبارك هذا بشراكة مع وزارة التربية الوطنية في إطار ما يسمى الآن ببرنامج التربية على الوطنة، والذي يقوم بناء هذه المناهج، أي أن ثمة نقلة عملية وظيفية مع مؤشرات ودلائل للقياس لكي نجتاز من التحسين إلى التمنيع. وسوف أكون هنا إشارتكم للتوضيح أكثر في حصة الأسئلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ دكتور القردادي على هذه المداخل القاصدة والمركزة والمهمة في الانتقال كما قال من حال الخوف إلى حال السن باعتبار وظيفية السن وما ينبغي أن يقرع به في مهمات التأطير في مجالات الأساسية مع الناشئة في مجالات التواصل الاجتماعي ومقومات هذا التواصل الثلاثة التي تحدث عنها وهي الإبصار والتمييز والترجيح، ثم القدرة على تفكيك حقاب التطرف بتمييز عناصر جاذبيته، وفي الأخير من خلال الحديث عن الدور المؤسسي ودور هذه المؤسسات. شكرا جزيلا له على هذه الرؤية التقديرية. وننتقل إلى المداخلة الثانية وهي لأكاديمي ومفكر ضيف على بلدنا وضيف على هذه الندوة، الدكتور جمال الشلبي الذي جاءنا من الأردن، وأحيل إلى فضيلته الكريمة. السعادة والأصدقاء والزملاء الأعزاء، صحيح أنا سعيد أن أتشرف أن أكون معكم لأحتفل بمعيتكم بوجد عاصمة الثقافة العربية 2018، وأتمنى أن تكون بعد حين ربما عاصمة الثقافة الإسلامية كما تحدث عن كل غني. لا أدري إذا كان لابد لي أن أشكر ما يسمى الربيع العربي لأنه أعاد الثقافة إلى دورها الحقيقي. الربيع العربي كشف لنا وعبر حكوماتنا لأنها لم تعطي الأهمية الحقيقية للثقافة. فجأة نكتشف أن ما يسمى وزارات الثقافة أو وزارة الثقافة والاتصال كما هي موجودة في المغرب أو عمان وزارة الثقافة والتراث الوطني، نكتشف أنها لم تفعل شيء. إذن هل يعقل أن ننتظر ما يسمى الربيع العربي لنرى كيف تحول الشباب العربي، وأنا لا أقول عن الشباب المغربي، أقول عن الشباب العربي ككل، كيف تحول إلى ذئب، إلى ضبع يأكل ويقتل ويحرق ويدمر وهو السعيد؟ أين كانت وزارة الثقافة؟ أين وزارة التربية والتعليم؟ أين المثقفين؟ ألم يقرأوا قصة عالم صوفي؟ ألم يقرأوا القصص المتعلقة بالآخر؟ ألم نحضر أفلام سينما؟ ألم 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 وهي ألم. لذلك عندما نتحدث عن الثقافة في مواجهة التطرف وبناء المدن وبناء السلام، نعم هذه حاجة وهذه ضرورة، ولكن لا أعتقد ولا أتخيل أن وزارة واحدة قابلة وقادرة أن تفعل ذلك.
هذا يجب أن يكون إرادة سياسية، بمعنى آخر أن كل الوزارات مرتبطة بهذا الأمر، وزارة التربية والتعليم بالذات، لأنها هي التي تغذي العقل، هي التي توجه. في الأمس وهنا أدخل على خط أخي أحمد العبادي بزر، قبل سنوات 20 سنة كنا نخرج في الطائرة ويعرض فيلم واحد للجميع. اليوم وأنا قادم إلى المغرب العظيم بشعبه وقيادته وشبابه العظيم أمامي، أراهم يسمعون ويكتبون، وضعت اخترت فيلم اسمه ألفا، فيلم 2018 من كندا، يتحدث عن الإنسان، الإنسان بشكل عام، لكن أوروبا قبل 20,000 سنة ماضية، يتحدث عن قبيلة، كيف أن الأب يحاول أن يعلم ابنه اصطياد الحيوانات، وعندما يأتي الثور يقول له اقتله لكي تأكله من أجل قبيلتك، يرفض. عندما يريد أن يولع أو يشعل النار يقول له أنت تحتاج إلى الصبر والقوة، ولكنه لم يفعل. شاء القدر أن يسقط هذا الطفل أو هذا الشخص يافت، يسقط ويبتعد عن أهله ويعتقد الآن أنه مات، فيواجه الحقائق فيتعرف على كلب، كان ذاك ليس كلب، كان ذئب شرس، فتصبح هناك صداقة بفنية رائعة، فيضطر أن يشعل النار لكي يأكل، فيتذكر والده كيف كان يقول له الصبر والقوة. فأنا قلت هذا الفيلم أعطاني وأمدني فكرة القوة والتحدي والصبر ربما أكثر من 20 محاضرة في المدارس. أنا أعتقد دور السينمائي، دور الفيديو كلاب السريعة المباشرة، إذا تم اختيار المحتوى المضمون يكون شيء إيجابي. شبابنا أصبحوا سريعين في عقلهم، في تفكيرهم، في رؤاهم، في رغبتهم في الانتقال للمستقبل، لذلك يجب أن نتعاملهم بهذا الشكل. من هنا أنا أعتقد لابد من إعادة العقد الاجتماعي إذا جاز لي القول بين السلطة السياسية أو الحكومات إذا شئتم والمثقف العربي. نتفق، أنا أريد مضمون جديد، طرق مختلفة في التعامل مع صاحب الرسالة التي ستقدمها، وخاصة الشباب. تخيلوا الشعر الجميل، تخيلوا أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000، تخيلوا قصص نجيب محفوظ، تخيلوا. لماذا لا نغذي هذه الروح الإبداعية؟ لماذا لا نسعى إلى صناعة الإنسان العربي الذي ينظر إلى الآخر والإنسانية؟ لماذا هذا الانغلاق؟ لماذا لا نحسن أنفسنا أيضا؟ أنا أعتقد نحن عرضة لكل التأثيرات الخارجية، سواء الإعلامية والسياسية والاقتصادية، وربما هذا الغياب للتعليم والثقافة ربما هو الذي ساهم في اجتياح الأفكار الغريبة والأفكار الطاحنة. من هنا أعتقد أنه بدون دور الثقافة الحقيقية، دور التعاون والتشابك، المثقف، المفكر، العالم، الفضيلة في مواجهة هذا السرطان العصري، كيف يمكن لنا أن نوجه، أن نرى في العالم في الشرق الذي عرفنا فيه المسيحي والمسلم يتعايشان، فجأة نشعر أن هذا آخر يجب قتله لأنه يختلف. في المغرب العربي هناك اليهود ويعيش منذ قرون، لماذا نكتشف الواقع بطريقة خاطئة؟ هل العولمة ساهمت في بناء هويات فريقة قاتلة؟ هويات قاتلة كما يقول معروف؟ لا أدري. أنا هنا أتمنى من وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة أن تبيد حساباتنا. أكيد نحن مجتاحون بالإعلام، مجتاحون بالثورة الاقتصادية، وأصبح الفرد هو قارب في الصحراء يستطيع أن
أطلق عليه فانوس علاء الدين، ماذا تريد؟ تريد جنس موجود، تريد دين موجود، تريد سياسة موجود، تريد فلم؟ نحن أمامنا فانوس سحري، لماذا لا يستخدم هذا الفانوس السحري لصالح الأمة؟ وكما قال فضيلته، نحن لا نستطيع أن نلعب دور الدور الأبوي في الخطاب، نحن بحاجة إلى التفسير، إلى التعليم، إلى المقاربة التي تفهم الآخر وخاصة الشباب أن هذا ليس لصالحه أو أن هذا ليس في 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 نفع له. الإقناع والتحاور والتشارك أفضل من التعالي والأبوية. كفانا هذه الأبوية لم تعد نافعة وأصبحت من الحقبة السابقة. الآن يجب أن نفكر المستقبل بطريقة مختلفة بمنهجية مختلفة. عندها نستطيع أن نقول بأن مجتمعنا وشبابنا يستطيع أن يبني المستقبل. لدي لا يمكن أن أكون جئت من الأردن وأنا فقط لأتحدث، ربما هذا كان صحيحا لو كنت في الأردن، ولكن هنا كتبت بعض الأفكار. أنا وضعت 4-5 أفكار ربما تكون نواة لمشاريع ومبادرات المستقبلية، سواء كانت من الطرف الحكومي أو من الطرف المؤسسات الخاصة أو غيرها، ولكن هي أفكار قابلة للرفض، قابلة للقبول، قابلة لأن تنتقل من فكرة إلى فعل أو مشروع. مثلا لماذا لا نفكر بإنشاء سوق عربي خاص للشباب؟ يعني بمعنى آخر بعبر عن أنا أتمنى أن يكون هناك معرض 1,000,000 عربي من المحيط إلى الخليج، غير لا يمكن أن في كل دولة هناك شباب. وأعتقد أنا بصفتي أكاديمي أرى الشباب كيف يرسمون، كيف يكتبون، كيف يعبرون. لماذا لا نشجع هؤلاء الشباب في العالم أن يكون هناك معرض كتاب أو معرض شعر للشباب، فقط للشباب في عمر ما ألا يشحن اهتمامهم في التفكير وفي ليس ضياع وقتهم ولكن في التفكير السليم في استغلال الوقت. ثانيا أنا أعتقد إنشاء منصة عربية للشباب العربي حسب عربي مبوب يعني للمناقشة والتفكير العالي مع بعضهم البعض أولا ومن ثم مع الآخرين ومن ثم تصبح رؤى مشتركة لمواجهة التحديات سواء التحديات الداخلية والخارجية وغيرها. ثلاثة هناك لدينا بطولة شباب في الرياض في قراءة القرآن في الأغاني، ألا يمكن أن ننشئ مسابقة فكري للشباب يعني الشاب المفكر مثل ما عندنا ستار أكاديمي؟ لماذا لا يكون عندنا شاب أكاديمي لكن عن طريق الفكر يكون مثقف المستقبل؟ هذه أنا أعتقد مجموعة أفكار ربما طرحت لكنها هي مجرد حالة من التفكير ربما يعني تحاول أن تسهم في يعني الدعم في توجهات الشباب بالذات. آخر شيء ربما أقوله كلما كان الخطاب سواء الخطاب الأكاديمي، الخطاب السياسي، كما بالك الخطاب الموجه للشباب، كلما كان رمزيا وكان مباشرا وكان راقصا، كلما كان تأثيره قوي وقادر أن يصل إلى مستقبل أي الشباب. لذلك أنا أطالب من هذه المنبر أن يبتعد المثقفين الذين يعني لديهم لغة خشبية لا يفهمها إلا المتخصصون أن يبتعدوا عن هذا المنبر. يجب أن نملك الفكرة والرمز واللغة ونملك الهدف والغاية بمشاركة الشباب. بدون ذلك أنا أعتقد سنبقى كما كانت كنا في السابق، لا تأثير لا دور وبالنهاية لا مستقبل. في الأردن فينا في الأردن عضو بلجنة دراسة لجنة المناهج يعني أصبح الفكرة الأساسية التي تلحق يعني أنا أعتقد قضية تغيير المناهج ضرورة، هذا إذا كانت ذاتية. المناهج في العالم العربي أصبحت تدار من الخارج وهذا أعتقد في يعني أسباب سياسية متعلقة بعد 11 سبتمبر أصبح نخفي بعض القضايا الدينية، أصبح نخفي بعض القضايا السياسية، ولكن هذا في أظل العلماء ليس له قيمة. أنا أعتقد أن في الأردن احتجنا في تجربة جيدة أن أقولها ما يسمى بالمواد العابرة يعني المواد أو القيم العابرة للمواد، بمعنى آخر أن طالب العلوم والرياضيات والفيزياء في المدارس الثانوية يجب أن يحظى بمفاهيم
مثل حقوق الإنسان الآخر، الاحترام، الإبداع، التفكير الإبداعي. يجب أن كل مادة حتى لو كانت علمية يجب أن تضمن الأمثلة، المعطيات، المعلومات بحيث يمارس الطالب أو الطفل من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر إنه قد تغذى على مفاهيم الحرية، مفاهيم الآخر، الاحترام، الوسطية إذا جاز لنا القول إلى آخره. فأعتقد هذا أسلوب جميل إنه نبدأ في مدرسة ونسير ونواكبها بالثقافة. هكذا ربما نحاول أن نخفف من وطأة العلماء، نخفف من وطأة سرطان العصر الذي هو التطرف والإرهاب الذي بدأ يدب في مجتمعنا بطريقة غريبة. ولكن أعتقد ربما بالنهاية بإرادة سياسية وبتفهم ثقافي ومثقفين وبإحساس شعبي وجماهيري وخاصة من الشباب بضرورة التغيير لبناء المستقبل، ربما نصل إلى الغاية النهائية التي نحتاج إليها وهي المستقبل والمستقبل والمستقبل، ولكن للشباب كما ذكرت. شكرا. شكرا جزيلا لكم قضية الدكتور جمال شلبي الأكاديمي الباحث على هذه الإضاءات حول النقاط الأساسية متصلة بما ينبغي العمل به مع الشباب، خصوصا في عصر العالم الذي كما قيل ربما يكون عصر هويات وبعض هويات الخاتمة. ونتحدث عن التكوينية في أدوار المؤسسات وهذا بقدر غاية الأهمية. قدم أفكار فاتحة حول ما يمكن أن يتم الاشتغال به مع الشباب حول هذه السوق المشتركة الخاصة بالشباب، عرض الكتاب خاصة للشباب، منصات التفكير والنقاش الموجهة للشباب، مسابقات فكرية للشباب، طبيعة الخطاب المؤثر والتفاعل مع الشباب، بالإضافة إلى قضية المناهج التي ختم بها وضرورة أن تتضمن هذه القيم العابرة لكل التخصصات. شكرا له مرة أخرى على هذه المساهمة. أحيل الكلمة الآن إلى قضية الأستاذ دكتور نجيب القيافي الذي يحمل كما قلت في البداية كذلك رؤية في الموضوع إلى جانب الخبرة المؤسسية للمنظمة التي يشغل فيها منصب مدير الثقافة وهي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم سيسكو والتي اشتغلت كذلك ولا زالت تشتغل على هذا الموضوع. فأحيل إلى قضية الكلمة مع جزيلا. شكرا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، العلماء الأجلاء والأساتذة الأفاضل، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في الجلسة الأولى لهذه الندوة العظيمة لأقدم لكم بإيجاز رؤية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة سيسكو لدور التأثير الثقافي في مواجهة الغلو والتطرف والعنف وفي تعزيز السلم وقيم الوسطية والاعتدال ثقافة وسلوكا لدى شرائح المجتمع عامة ولدى الشباب بصفة خاصة. السؤال عن كيفية القيام بذلك هو سؤال الساعة. بالنظر إلى الانتظارات والحاجة الملحة إلى أجهزة وحلول عملية تجسد الإرادة والعزم على الانتقال من التنظير إلى التفعيل الميداني للمبادرات والبرامج التي تمكن من المساهمة بشكل ملموس في معالجة ظاهرة التطرف وفي اشتتات جذوره وتفكيك خطاباته وإبراز المخاطر. في محاولتنا في سيسكو للإجابة على السؤال كان لابد أن ننطلق أولاً ونتوجه بالعمل إلى تجديد السياسة الثقافية للدول الأعضاء في هذا المجال. كان لابد إذن من أن نضع وثيقة تمهد وتساعد
جهات الاختصاص في الدول الأعضاء وخاصة وزارات الثقافة لتبني سياسة تستطيع من خلالها بطبيعة الحال أن تقدم البرامج والخطط التي بإمكانها أن تساعد على أن تغير سلوك شبابنا وناشئتنا ليصبحوا أكثر سلمية مما هم عليه الآن. هذه الوثيقة بطبيعة الحال تم المصادقة عليها من المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة. واستشرفت هذه الوثيقة مجالات العمل الجديدة التي يتوجب إدراجها في السياسات الثقافية للدول الأعضاء. من جملتها قضايا الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات وتعزيز ثقافات العدل والسلام ونشر ثقافة التعايش والتفاهم والتسامح والتربية على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وإشراك الشباب والمرأة في صناعة القرار ومكافحة التطرف والإرهاب بالبحث العلمي عن أسبابه والتحليل الموضوعي لدوافعه وخلفيته. وإدراكا من المنظمة الإسلامية كذلك بأن نجاح السياسة الثقافية وتوفير التأثير الميداني اللازم لتفعيلها لا يمكن الاقتصار فيهما فقط على العمل الذي تقوم به القطاعات الحكومية المعنية، بل يتطلب ذلك تعبئة جميع الفاعلين وبخاصة جمعيات المجتمع المدني، حيث بادرت الإسسكو إلى إعداد وثيقة. أنا بالمناسبة أتيت بكل هذه الوثائق التي أنا بصدد الحديث عنها نسخ منها لأتركها لدى منظمي هذه الندوة المهمة. الوثيقة الثانية المتعلقة بالمجتمع المدني كانت الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز السلم والحوار. أوضحت فيها مزايا تفويت جزء من تدبير الشأن الثقافي من السلطات العمومية إلى المجتمع المدني وفق تعاقد جديد يحمل جمعيات المجتمع المدني جزءاً من المسؤولية في معالجة القضايا الثقافية بصفة عامة وتأطير الشباب للتصدي لفكر المتطرف وللعنف بصفة خاصة وتوجيه سلوكه نحو الحوار والتسامح واحترام الآخر في تعدده اللغوي والثقافي والديني. كما حددت هذه الوثيقة الأدوار الثقافية الجديدة المتوقعة للمجتمع المدني الفردية والجماعية والأدوار الثقافية الجماعية الجماعية ومحاور العمل ذات الأولوية لتعزيز الحوار وإشاعة ثقافة العدل والسلام. وتركز هذه الأدوار الثقافية للمجتمع المدني على توظيف القدرات الإبداعية والابتكارية والبحثية للأفراد لخدمة الحوار والسلم لتصبها بعد ذلك في بوتقة الثقافة الجماعية على المستوى الوطني من خلال بلورة مجموعة من المشاريع الثقافية والتنفيذية كمشاريع السياحة الثقافية في خدمة السلم والحوار ومشاريع إشاعة ثقافة التنمية المستدامة وثقافة المواطنة والديمقراطية وتأهيل القيادة الشبابية لتحقيقها، ثم على المستوى الإقليمي لصياغة رؤية ثقافية مشتركة وتنفيذ أنشطة تعاون إقليمية لتفعيل المبادئ والقيم المرتبطة بتعزيز الحوار وإشاعة ثقافة السلم والعدل والوسطية واحترام التنوع الثقافي والاختلاف الذي هو سنة الله في خلقه ونبذ الغلو والتعصب والتطرف. ثم على المستوى الشبكي خارج العالم الإسلامي من خلال تفعيل المرجعيات الإسلامية لتعزيز قيم التفاهم والعيش المشترك مع الثقافات والحضارات وأتباع الأديان كافة والتعريف بالإسلام كدين للحوار والعدل والسلام. وفي مرحلة ثالثة وتعزيز للقدرات التأثيرية للمجتمع المدني في التصدي للفكر المتطرف أطلقت الإسسكو مبادرة الوساطة الثقافية كآلية من آليات تدبير الشأن الثقافي مسترشدة في ذلك بنظام الوساطة الذي عرفه المجتمع الإسلامي لتحقيق السلم الاجتماعي والأسري مثل الصفح والصلح والتحكيم والتوفيق وموسعة دائرته لتشمل المجال الثقافي وتحقيق السلم الفكري والثقافي في مجتمعات من أبرز سماتها التنوع الثقافي وتعدد المعتقد واختلاف الهويات مما يؤدي أحياناً إلى الشعور بعدم الإنصاف
والإقصاء وإلى الفتن والنزاعات. وقد بلورت الإساسكو هذه المبادرة في وثيقة تحت عنوان خطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية في العالم الإسلامي. أوضحت فيها أن الوساطة الثقافية المبنية على مبدأ الوسطية لا تعني بالضرورة وجود نزاعات، بل هي شكل من أشكال التدبير الثقافي يمكن المجتمع المدني من توسيع دائرة مشاركة المواطنين في الحياة الثقافية العامة، تفاديا للإقصاء الثقافي المؤدي إلى التطرف والعنف ونشوب النزاعات. ومقترحات صياغة ميثاق للوساطة الثقافية وإنشاء مسالك جامعية متخصصة في مهن الوساطة الثقافية سواء في الجامعات أو المعاهد العليا لإعداد الأطر المتخصصة ومحددة ما لا يقل عن 17 مهنة للوساطة الثقافية يمكن تكوين الشباب والنساء عليها لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تستهدف هذه الفئات الاجتماعية بفكرها المتطرف. ولكون الخطاب الديني للأئمة والمرشدين الدينيين يؤثر بشكل كبير في صياغة الفكر وتحديد المواقف والسلوك ويساهم في التأثير الديني والثقافي للمجتمع، كان لابد من توجه العمل لتعزيز الخطاب الديني المعتدل لهؤلاء الأئمة والمرشدين الدينيين، خاصة وأن شريحة واسعة من الشباب تنهال من خطابهم وفتاويهم. فتم إعداد دليل الأئمة والمرشدين الدينيين الذي يسعى إلى أن تتضمن خطب الأئمة والمرشدين الدينيين مزيدا من العناصر الهادفة إلى إبراز الوسطية والاعتدال في الإسلام والتعريف بقدرته على تعزيز التواصل مع الآخر ومع الثقافات والحضارات الأخرى وإشاعة التقارب والحوار والتعارف بين البشر ودعم أسباب الأمن والسلام والاستقرار في العالم كرامة. وقد فصل دليل الأئمة والمرشدين الدينيين في أهمية تكوين الأئمة على ذلك ودور المسجد في تأثير الحياة الثقافية والاجتماعية إلى جانب التأثير الديني، مقترحا المنهجية والمضامين اللازمة لإعداد وإلقاء الخطبة والموعظة الداعيين إلى الحوار والتواصل والعيش المشترك. وحيث إن التصدي للفكر المتطرف ورش كبير استدعي مقاربة شمولية وتعبئة جميع الفاعلين حكوميين وغير حكوميين، فقد انبرت الإساسكو إلى إعداد وثيقة ضمنتها رؤيتها المتكاملة للحد من انتشار ثقافة التطرف والعنف بأشكالها المتعددة والمتجددة تحت عنوان مصاب منامة لتسعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزارة الثقافة في دورته الاستثنائية في عاصمة مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر الماضي، أكدت من خلالها الحاجة إلى النهوض بالعمل الثقافي بمدلوله الشامل من أجل تجديد الوعي بأهمية الخراط العملي والتشاركي في مواجهة جميع أشكال التطرف الطائفية والإرهاب وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التشريعية والقضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني وتنسيق المبادرات بشأن ذلك. تفنيد المزاعم عن تقصير دول العالم الإسلامي في مواجهة التطرف الطائفية والإرهاب، وضع برنامج عمل شامل على المدين القريب والمتوسط لمواجهة الفكر المتطرف والطائفية والإرهاب، تتكامل مقارباته التربوية والثقافية والإعلامية مع المقاربة الأمنية وتعززها، إعادة الاعتبار إلى مكانة الحضارة الإسلامية وقيمها ومقوماتها المبنية على الوسطية والسلام والتفاعل الحضاري والثقافي مع الآخر، وتقوية مضامين ثقافة الاعتدال في مختلف القطاعات الثقافية والوسائط ذات الصلة، وتعزيز هذه المضامين في مجالة داعمة ومكملة للعمل الثقافي. وقد حددت هذه الوثيقة 9 مجالات عمل ذات أولوية للتصدي لدائرة التطرف والطائفية والإرهاب، وهي المجال التشريعي باعتبار الإطار القانوني الذي يجب أن يفصل في عدم قانونية الظواهر المتطرفة ويجرم الأفعال الإرهابية كافة ويحمي المجتمع من السلوك المحرض على العنف والطائفية. المجال الحقوقي الذي يقوم على اعتماد ثقافة حقوقية جديدة
لدعم خطط مواجهة إشكال الاعتداء على حقوق الفرد والمجتمع. المجال التربوي الذي من خلاله يتم التنبيه إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومات التربوية والتعليمية بشكل يتلائم مع التوجه الرامي إلى وقاية المجتمع من النزوع إلى العنف بإشكاله المتعدد. المجال الاجتماعي الذي سعى إلى تجديد ثقافة التراحم والتكامل.